زلنا مستمرين معكم في صباحات السودانية. هنمشي لتسنيم في الحديقة ومع عدد من الضيوف الكرام. صباح الخير يا عمار عليك مرة تانية. أنا يمكن معي اثنين من الشباب المبدعين والرائعين خالص هيحلوا لنا صباحنا ولكل كمان المشاهدين. خلينا نتعرف عليهم. صباحكم خير يا رب. أهلا بك. صباح نتعرف عليك. صلاح مداد خليفة، معلم بالمركز العمومي لتأهيل المكتفين وعازف ومغني. نعم ما شاء الله عليك. أيمن عرفنا عليك. مرحبا بك، في تحية لكل المشاهدين السودان وخارج السودان، كل الناس اللي قاعدين ونحن طلع كده في الصباح، بحييهم في الصباح ده. أيمن محمد عبد الوهاب، أحيي والله. تحية لك مرة ثانية وتحية لكل الجمهور اللي بتابعنا. قبل ما احنا اسمع منكم وشعرك وابداعكم الجميل، عايز اعرف البدايات. والله شوفي، هو دائما الشعر ده انا قاعد اقول يعني في احيان كثيره بيولد من الحاجات اللي ما بتتعلمها كبير يعني، او ما بتكتشفها كبير يعني. يمكن البدايات الفترة الأولى، نحن طبعا كثرة استماعنا ومتابعتنا للإذاعة وكده في فترة أنا صغير شديد يعني، بدأت تخيل شفت المسلسلات الإذاعية بتاعت الدراما اللي كان بتجي الربع ساعة والثلث ساعة دي. أيوة. كنا بنحاول، كنت بحاول أقلد الأشعار أجاريها يعني، في مرحلة في بدايات عمرنا يعني، يمكن أنا في رابع أو ثالث أساس يعني. بعد ذاك لما تأخذ قصيدة في المدرسة تعجبك، بتمشي البيت تحاول تكتب زيها، الكلام بيكون ما منسق مع بعض، لكن في النهاية الإلهام بتاع القافية موجود يعني. وأصلا في النهاية لما جينا كبرنا بعد ذاك إنه الشعر ممكن يكون محاكاة للطبيعة وممكن يكون إلهام وكده، فالحاجة دي بدت ونحن يعني صغار شديد، لحد ما بقينا يعني ننمو أو ينمو معانا الشعر بنمونا نحن ذاتنا. لحد يمكن أنا ما يعني أبالغ لك لو قلت لك أنا في مدرسة بحر الحكومية في المرحلة الثانوية شاركت بعمل خاص، والآن ممكن أكون ما مذكره، لكن شاركت في دورة مدرسية بنص حقيانة يعني، نص خاص. فالحاجة بدت نحن صغار نمت معانا والله بنمو مراحلنا، لكن لسه نحن ما بنعيد نفسنا محترفين يعني. أنا بالنسبة لي الشعر الآن موضوع في لحظة الوجع ولحظة الألم، حاجة كده بتشتكي لها وبترجع تاني من جديد يعني. يعني ما صنعنا أو ما تصنعنا في الكتابة، ولا كتبنا حاجة ما مستنا ولا كده، عشان كده ما احترفنا الشعر يعني. انت يا استاذ صلاح كيف كانت البدايات عندك؟ والله اول حاجه انا بصبع على كل المشاهدين مره ثانيه، وانا بامن على كلام الاخ العزيز ايمن، الشغلات دي اصلا بتبدا من بدري يعني من الصغر. فانا بديت في البدايه حقيقه بكون كتابه الشعر، لكن ما ما نقدر نقول فنان كامل متكامل، لما توفقت فيها كثير ما طبعا يعني شغلي فيه يعني تقريبا عمري ده كله يكون كتبت كده. فبعد ذاك هو حط في الغناء، وهو طبعا زي ما قال الاخ ايمن يعني ما محترفين يعني، الشغله انا ماخذينها كده كهوايه كاستمتاع لكم. كاستمتاع. طيب يا ايمن انا عايزاك تسمعنا عارك اللي انت قلت ما بتكتب الا تحس الحاجه شديد، فكده ادينا حاجه كده انت تكون حسيتها شديد وقدرت تكتبها. طبعا يا جماعه في 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 اجمل حاجه انك في عز المشاغل وفي عز حاجاتك لوحه كده تعيد رسمها كل ما تتكئ على شواطئ جميله يعني. لما تلقى عزيز وافي كل يوم يسال عليك، تبقى شايف بعينيه ويبقى شايف بعينيك، من بعيد بقلب صافي يبتسم لو شاف مجيك، تلقاه يتملى في غيابك وفي مهتم بيك، تبقى كل الدنيا عندك وكل سعادتها بين يديك. لما تلقى الضحكة واصلة، لما تلقى الضحكة واصلة يوم يشوفك من بعيد، يرد سلامه قبل تسلم وبيشغف أداك إيد، يحفظ أسرارك، يحفظ أسرارك جواه، يحفظ أسرارك جواه زي دماغه جوا الوريد، وكل ما تغيب كل ما تغيب عنه مرة تلقى لي سيرتك يعيد، كل ما تغيب عنه مرة تلقى لي سيرتك يعيد، تبقى دنياك عش هانية وتبقى أكثر بعيد. أصله يا هالدنيا تبقى حبيب لحبيبي نادي.
أصله إيه الدنيا تبقى غير حبيب لحبيبي ينادي لا بخومك لا بخاصم ولا بيقدر يوم يعادي. يلا يلا نبني سعادة دائمة بحنين كل الأيادي، نبدأ نتسالم نغني في المداين بوادي ودايرة وصيك يا الحنين. في الختام دايرة وصيك يا الحنين، أبقى زول في الظلمة هادي وصله ما تسويها شينا وكون دوام للسمحة بادي، وأصله ما تسويها شينا وكون دوام للسمحة بادي. يا سلام استهلالية كده بس عشان نوري الناس إن إحنا معاكم. أحلى استهلالية والله. غايته زول زي ده غايته صعب تلقى. كنت عايز أسألك يا أستاذ صلاح، حصل تعاون بينك وبين أيمن ولا أنت عادة بتكتب شعرك ولا كيف بتبتدي بتغني يعني؟ والله طبعا زي ما قلت لك أيمن ده راجل زميل يعني أصبح في الأيام الأخيرة دي بقى زميلي شغالي في مؤسسة واحدة وبنتلاقى وبسمع عليه كثير وبيسمع عليه كثير وإن شاء الله حيكون بيناتنا شغل. طب أنا عايزة أسألك قبل ما أنا حقول أغنية لكن مناقشة الكلام اللي قاله ده. يا سلام عزيزة العزيزة ما بتسأل عن ظروفنا، الوحيدة الوحيدة طال عشان جيت قلوبنا، يا العزيزة العزيزة ما بتسأل عن ظروفنا، الوحيدة الوحيدة طال عشان جيت قلوبنا، الوحيدة بتحاول يوم تشوفنا، المواعين سحنا نبتنادي، المواعين سحنا نبتنادي، والأماس بتبكي في أسمع تيادي، والأماس بتبكي في أسمع تيادي، ما كنت بهجة برواي وسوزا، ما كنت بهجة برواي وسوزا، والله ما طلعنا من بعدك يا العزيزة العزيزة، ما بتسأل عن ظروفنا، الوحيدة الوحيدة طال عشان سلمين على ضفايرك موجة موجة سبسبيها، سلمين على ضفايرك موجة موجة سبسبيها، وللها حرام تتوفيها الناس ونحن بجد نشتهيها، سلمين على سهيت غرويديها يبقى تفاحتين خدودك، بس خدودك وين شبيها، سلمين على
الوحيد طال عشان جاي تقمرونا الوحيد ما بتحاول يوم تشوفنا الوحيد ما بتحاول يوم تشوفنا. يا سلام، يمكن دي من أكثر الكلمات المسموعة، كلمات دين إبراهيم رحمة الله عليه، كمان والدعم يمكن متواصل مستمر جماله في ألحانه. أيوة. تحية لأستاذنا الجميل الرائع الأستاذ عمر الشاعر. يا سلام يا سلام، أنا لسه حابة إن أنا أسمع وأتعرف عليكم أكثر، وكمان نسمع المشاهدين معنا. بس نشوف يا عمار معاك فقرة لمن يهمه الأمر ونكمل باقي تفاصيلنا. عدنا من جديد السودانية، وفي الدقائق الأخيرة حنمشي مرة أخرى لتسنيم في الحديقة وضيوف الجميلين صلاح عدم الشاعر والمغني محمد رعاة. أهلا بك يا عمار وبكل متابعي برنامج صباحات سودانية من جديد. أنا لسه معاي الشابين المبدعين خالص، هنسمع منهم نماذج أخيرة ونكمل. صلاح، أهلا. سمعنا أو خلينا ما نسمع من أيمن أي نسمع شعر كده ونرجع ندندن تاني معاك. مرة تانية مرحب بكم في الجلسة ذات الجلسة موحية لأنك تكتب يعني أو تقول كلام. أنا تلبية لرغبة من المتابعين للحلقة الرسالة رسالة إنه عين رغم إنه في نفس لي نص تاني، لكن عبركم بحيي كل الزملاء الدراسة في فترة جامعة النيلين كلية الآداب، لأنه نصد عنده علاقة بيون تحديد قسم العربية، وبحيي قسم اللغة العربية كله. ماذا أقول بحيي الزولة ذاتها، لكن أقول يا زولة كايس عن رضاها وكل همي محبتها، وحاسي إنها شالت أفراح الزمان وجواها كانت دستها باعتها، حاشاها ما بتليق عليها ولا كمان من شيمتها، وبس جاها إحساس إني يوم يعني البخش لدنيتها. وسألوني شايف فيها إيه، ويها الهداك لدنيتها بيت قاسية ما أظن تشبهك، ما أنت ما من طينتها. سبحان من خلق الوجود عمت عن رؤيته، وهي الرؤية في الريد بالقلب والعين بتبقى وسيلته. يا سلام. سبحان من خلق الوجود الناس عمت عن رؤيته، وهي الرؤية في الريد بالقلب والعين بتبقى وسيلته. وعن كونه إنها ما بتلين، هي مخيرة ودي طريقتها، لا بتجود بالعسل لكن سفي لسعته. ويا ملاذ زمن المواجع، يا ملاذ زمن المواجع، ويا فرح ناسا تعابا، ويا سكن فتش مأوى ساكن في خرابة، ويا ديار أرضا هي جفت من سنين راجي السحابة، سوي كل الدائرة فيني وشانك الأوجاع حبابة. سلام. دي زولة لغة عربية يعني ما دارم، لكن النص عنده علاقة بالوقت ذاك، لأنه كان عندنا في الكلية بحي أيمن الثاني، واحد جادي والثاني بتاع يا زولة. أيوة. فأنا كنت بتاع يا زولة بفرقوا بين دائما بتاع يا زولة وذاك. أيوة. الشاعر الجادي يعني في أيوة. في طرحه. أيوة. لهم التحية كاملة طبعا يعني بجد. المنتديات يعني تعلمنا منها، لما تسمع نص أيوة. بتحاول تجي راجع داير تبدع أكثر منه. يعني كان فعل غير المحمودة ذيك إنه كل زولة عايز يطلع. والله بجد يعني فترة أنا يعني أكثر فترة أنا كتبتها والآن فقدتها من 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 الإبداعات ومن الزملاء. وبما إن القناة مشاهدة ومرئية ومسموعة، عايز يعني أرسل رسالة من هنا لأي زول يعني دارين نرجع من جديد، دارين نرجع تاني الدفعة ومنتديات الدفعة وحاجات الدفعة القناة، يعني منطلق لنا عشان نرجع تاني من جديد للحياة. الله إن شاء الله يا رب. تذكر دي بداية. تمام. خلينا نسمع. طيب نكمل معاك يا. جدا. والله. أيوة. إنه هو النص كده
أرد عليه بيقول يسمع قلبك دليلك هسه هذا قلبك دليل لكن هو غير النص ما عارف غير والله أنا لسه عايز أرد لك هنا وتخيلي كل المشاهدين لسه باقيين على الرد بتاعك قلبك دليل سألوا كلمات أنا خفت طبعا يا أستاذ خفت من الرسالة أنا اسم الصفحة الأخيرة لكن خفت من الرسالة لأنه طرح موضوع بتاع استخدام هواتف ذكية وجوالات أيوة. وصلتك ولا ما وصلتك أي فأنا بخليك تقرأ ظلم الحبايب ما حلو أو تغنيها وتحيي يعني عبد الرحمن بكراوي شعر راغي الرقيق عمل خاص بالمناسبة أيوة. من أبناء شندي طولت معي يعني من 2005 تقريبا طبعا يعني هي محبوسة حقيقة يعني طبعا عشان فرصتنا في الإعلام ضعيفة يعني ما غنيت كثير ولكن هسه في شابات كده صغيرونين طومات تدوي يردد فيها يا سلام أنا قلت ده كلام جميل يعني في ناس بيحللوا في ناس بيحللوا هجران المشاعر يا شو كده حقو تغني لهم الأغنية دي كده نسمع قلبك دليلك أسأله ظلم الحبايب ما حلو قلبك دليلك أسأله ظلم الحبايب ما حلو وريني مين أداك حق هجر مشاعري تحل أنا بك فرحت ومختنع إحساسي ريدك من هلو أنا بك فرحت ومختنع إحساسي ريدك من هلو صدقني لو قلبك قسى ما عندي نية بدي صدقني لو قلبك قسى ما عندي نية بدله ولو صدر حكمك علي حكمك علي لو صدر حكمك علي راضيا بحكمك يا حلو وراضيا بحكمك أنا بك فرحت ومختنع إحساسي ريدك من هلو وصدقني لو قلبك قسى ما عندي نية بدله ولو صدر حكمك علي لو صدر
قلبك دليلك أسأله ظلم الحبايب ما حلو وريني مين أداك حب هجرة مشاعري تحل فرضوها ناس ما بيعدلوا. يا سلام، شكرا لكم. صح، شكرا لكم جدا والله وجودكم معانا وحليتوا لنا صباحنا بالكم الهائل يمكن من الابداع والموسيقى الجميله. الابداع بيفرض نفسه يا استاذه، يعني شوف الابداع ده الحاجه الوحيده اللي ما ممكن تصطنعها، القناة والجو والاستقبال والحضور كله فرض على الناس انها تطلع اكثر حاجة عندها. يعني بعدين اجمل حاجة لما الضيف يجيب احساس انه هو سيد المحل، يعني يحاول يطلع الحلقة باجمل ما تكون لكم. ودي بيفرضوها علينا استضافة القناة، يعني بشكركم كثير وبشكر، يعني اتمنى انه ما تكون اول وما تكون اخر طلة، هي اول فعلا. ان شاء الله نلتقي في مساحات افضل ان شاء الله يا رب. احنا سعيدين بك والله. انا برضو سعيد جدا جدا، وحقيقه الجو هنا جو اسري، وانا بلاحظ القناة يعني بتهتم اظن يعني المخرجين هنا مبدعين شكلهم. يا سلام، المخرجين مبدعين جدا، ولانه يعني بيعرف يهيئ المكان كيف والجو كيف، وحقيقه نحن سعيدين. وزي ما قال الاخ ايمن ان شاء الله ما اخر لقاء، وده طبعا يعني بدايه ان شاء الله للقاءات. وانا بلاحظ حصه انا قلت جزء من اللغنية بصنفه، والمره الجايه بقول لكم كامل. اوكي طبعا احنا منتظرين ولسه متشوقين نسمع. اكيد تكون انتهت فقرتنا لمبدع وكمان حلقتنا لليوم. فقرتنا اليوم كانت متنوعه، فيها نشرة اخبار خاصه جدا وملامح مهنه تسنيم، يعني يمكن الأخبار خاصة جدا، وشوفنا برضو فقرة كبراي عن آداب استخدام الهاتف النقال، برضو شفنا برضو روشيتا. تسنيم ما سمعني، برضو شفنا روشيتا، وشفنا فقرة لمن يهمه الأمر التي كانت عن جائزة في الخرطوم الدولية كمان للقرآن. كمان يا عمار كذا رأي لي يمكن حاجة مهمة شديدة اللي كانت آداب استخدام الهاتف الجوال. دي أنا قلتها، شكرا والله لك. خلينا أكد عليك. طيب شكرا لك يا تسنيم. يلا شكرا لك جدا يا عمار ولكل متابعي حلقتنا لليوم. إن شاء الله بكرة فريق عمل جديد ويوم أكيد مليان بالمتعة والفايدة.